بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، نلتقي بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق المدخل لدراسة القانون. وهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها أكثر من موضوع. بداية سنتحدث عن موضوع القانون العام الداخلي، بعد أن تحدثنا في موضوع القانون العام الخارجي كأحد أقسام القانون العام. وقلنا أن القانون العام الخارجي هو ذلك القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدول أو المنظمات الدولية، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب. والآن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن موضوع القانون الداخلي العام، العام الداخلي. طبعا هذا القانون هو القانون الذي تكون الدولة طرف فيه، طبعا لأنه احنا عرفنا القانون العام هو القانون الذي ينظم العلاقات ما بين الأفراد والدولة، وتكون الدولة فيه صاحبة سيادة، تكون الدولة فيه صاحبة سيادة، أو ينظم علاقة الدولة وغيرها من الدول. علاقة الدولة بغيرها من الدول حكينا عنه وخلصنا اللي حكينا عنه، اللي هو القانون العام الخارجي. طيب الآن نيجي على موضوع علاقة الدولة بصفتها صاحبة سيادة مع الأفراد. يعني القانون العام الداخلي ينظم علاقة الدولة مع الأشخاص في المجتمع الدولي، المجتمع عفوا الداخلي، بصفتها صاحبة سيادة وسلطة عامة. طبعا يتفرع عن القانون العام الداخلي العديد من القوانين. أهم هذه القوانين القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي بفرعيه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. نتحدث بداية عن القانون الدستوري. القانون الدستوري طبعا هان مطلوب منكم تعرفوا تعريف القانون الدستوري. القانون الدستوري هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن مجموعة القواعد الأساسية التي حط خط هان تحدد شكل الدولة، نوع الحكومة، كيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها، كما وينظم علاقة السلطات مع بعضها البعض، مع تقرير الحقوق الأساسية للأفراد وتنظيم علاقتهم بالدولة. يعني القانون الدستوري هو اللي بينظم إيش لون علم الدولة، هو اللي بيبين حدود الدولة، اللي بيبين شكل الدولة، هل هي دولة فيدرالية، هل دولة اتحادية، هل دولة مستقلة ذات سيادة. بيبين كمان نوع الحكومة، هل هي حكومة ديمقراطية، هل هي حكومة رئاسية، هل هو نظام الحكم فيها نظام رئاسي، هل نظام الحكم فيها نظام برلماني، هل نظام الحكم فيها نظام جمعية، هل هو شبه رئاسي. اللي بيحدد هذا الأمور اللي هو القانون الدستوري. كمان بنظم السلطات العامة في الدولة. في عنا 3 سلطات احنا في الدولة: السلطة التشريعية وهي التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية وهي التي تنفذ وتأثر على تنفيذ القوانين، وثالثا السلطة القضائية. السلطة القضائية اللي هي القضاء والمحاكم، وهي السلطة المختصة في الفصل في النزاعات الناشئة في حال مخالفة أحكام القانون أو الاعتداء على حق من الحقوق. وبالتالي القانون الدستوري هو اللي بينظم العلاقة بين ال3 سلطات هذه. بصير يحكي انه لرئيس الدولة صلاحيات 1 2 3 10، لمجلس الوزراء صلاحيات 1 2 3 10، للمجلس التشريعي صلاحيات كذا، للقضاء صلاحيات كذا، وهكذا. وبالتالي القانون الدستوري من أحد أهم صلاحياته واختصاصاته أنه ينظم العلاقة ما بين السلطات العامة في الدولة. كمان يقرر الحقوق الأساسية للأفراد. بنلاقي إحنا باب عندنا في القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر قانون دستوري اسمه باب الحقوق والحريات. هذا الباب بصير يسرد لك إيش الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد داخل المجتمع. مثلا عندنا بيقول لك التعليم حق، التعليم الأساسي حق لكل فرد في المجتمع. بصير يقول لك الحق في الحياة، إنه ممنوع تعتدي على الشخص بدون مذكرات أو تفتش بيته بدون مذكرات. بصير يعطيك حقوق، وهذه الحقوق طبعا للأفراد، وبالتالي يقع التزام على الدولة بحماية وصون هذه الحقوق.
طبعا ما نعرف شغله، انه القانون الاساسي هو اسمى القوانين، هو اعلاها مرتبه. لو بدنا نعمل هرم قانوني، يعتبر راس الهرم هو القانون الدستوري، واي قانون يخالف القانون الدستوري يعتبر انه قانون غير دستوري ويجب الغائه، ويجب الغائه. وبالتالي بنعيد، القانون الدستوري هو مجموعه القواعد القانونيه التي تحدد شكل الدوله ونوع الحكومه وكيفيه تنظيم السلطات العامه في الدوله من حيث تكوينها واختصاصاتها وتنظيم العلاقه بين هذه السلطات، وايضا تقرير الحقوق الاساسيه للافراد وتنظيم علاقتهم بالدوله وسلطاتها. تنظيم علاقة مين؟ الأفراد بالدولة. تنظيم علاقة الأفراد بالدولة بحيث أنه الفرد له صلاحيات، واحد اثنين ثلاثة، له حقوق وعليه التزامات للدولة، عليه التزامات للدولة يجب أن يؤدي التزاماته، لموضوع الضريبة، موضوع عدم الاعتداء على الحقوق، على حقوق الغير، وغيرها من الحقوق يعني الكل بيعرفها، وحنوضحها إن شاء الله خلال محاضراتنا القادمة. هذا فيما يخص الفرع الأول وهو القانون الدستوري. طيب، في حاجة كمان، فرع تاني من فروع القانون العام الداخلي وهو القانون الإداري. القانون الإداري، طبعا القانون الإداري يعرف برضو، يعني لازم انكم تعرفوا التعريف تبعه بشكل أساسي. مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم السلطة الإدارية ونشاطها. هان بدنا نحط خط تحت السلطة الإدارية ونشاطها، ويطلق عليه قانون الإدارة العامة وقانون والقانون الإداري بوصفه قانون الإدارة العامة. إله معنيين، إله معنيين، المعنى المادي ويقصد به قانون الوظيفة الإدارية للدولة من حيث وظيفتها الإدارية وإلى ذلك، وأيضا الوظيفة الثانية هي وظيفة عضوية من ناحية يعني اللي هو تنظيم قانون الهيئات العامة والأعضاء في الدولة، وكيف إيش حقوق الأفراد داخل هذه الدولة وإلى ذلك. هدول يعني المعنيين إحنا يعني مش مطلوبين منكم، لكن المطلوب منكم في القانون الإداري تعرفوا اللي هو تعريفه، هو القانون الذي يحكم وينظم السلطة الإدارية في الدولة. طبعا إحنا في موظفين عندنا في الدولة، في موظفين في الدولة، مين بده ينظم علاقتهم؟ هدول الموظفين بالأفراد، عفوا بالدولة. من ينظم علاقة الموظفين بالدولة هو القانون الإداري. القانون الإداري، لا عندنا احنا قانون إداري اسمه قانون الخدمة المدنية، ده يعتبر شق من أو فرع من فروع القانون الإداري، وهذا القانون يعطي الحقوق ويضع الالتزامات على الموظفين وينظم علاقتهم مع الدولة، وينظم علاقتهم مع الدولة. القانون الإداري أيضا يشمل موضوع تنظيم عمل المؤسسات بشكل عام، الوزارات، المؤسسات العامة طبعا مش الخاصة، المؤسسات العامة اللي الدولة بتكون طرف فيها. أي خلاف يحصل بين الدولة والفرد يعني بشكل عام يعني ممكن اعتباره خلاف إداري، زي مثلا لو الدولة بدها تروح تفتح شارع للمصلحة العامة، بدنا نروح نطبق اللي هو القانون الإداري. هان احنا بنطبق القانون الإداري بشكل عام. القانون الإداري هو الذي يحكم وينظم عمل السلطة الإدارية ونشاطها، عمل السلطة الإدارية ونشاطها. السلطة الإدارية تشمل الوزارات، تشمل أيضا اللي هو البلديات كمان، وتشمل النقابات وغيرها. يعني هذا مش في يعني مش في حديثنا ومش موضوعنا، في مادة مستقلة اسمها القانون الإداري، هتدرسوا كل تفاصيله. بس المطلوب منكم هان تعرفوا التعريف. كمان في عندنا الفرع الثالث من القانون العام الداخلي وهو القانون المالي أو المالية العامة زي ما بيسميه البعض. طبعا هذا القانون هو الذي ينظم مالية الدولة من حيث الإيرادات والمصروفات، ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة. لقيت الدولة من وين بتجيب مصروفاتها، كيف بتصرف على موظفيها من رواتب، كيف بتفتح لنا طرق وبتعمل لنا مؤسسات عامة وإلى ذلك، كلها من حاجة اسمها مصروفات. طب هذه المصروفات يجب أن يسبقها إيرادات، اللي هي من وين الدولة بتجيب هذه المصروفات، من هذه الفلوس بتجيبها عن طريق الضرائب، بتجيبها عن طريق الجمارك،
بتجيبها عن طريق الغرامات، بتجيبها عن أكثر من وسيلة، الدولة طبعا تأتي بالمال من خلالها. هذا الموضوع بنظمه حاجة اسمه القانون المالي، ويعني هو الذي يحدد ميزانية الدولة من ناحية تقسيمها إلى إيرادات ومصروفات، بالإضافة إلى أنه بحدد موضوع الضرائب، متى يعني يفرض الضرائب على الأشخاص، ويحدد أيضا كيفية الحصول على القروض، وأيضا يحدد اللي هو النفقات العامة، يحدد النفقات العامة. النفقات العامة طبعا هي اللي بتنفقها الدولة على المرافق العامة زي المستشفيات وإلى ذلك. هذا أعتقد واضح، هذا أعتقد إنه واضح. الفرع الرابع وهو القانون الجنائي. القانون الجنائي طبعا القانون الجنائي في شقين، أول شق وهو قانون العقوبات. طبعا هذا القانون بنظم تعريفه، هو الذي ينظم سلطة الدولة في توقيع العقاب على المجرمين وتحديد الأفعال والوقائع التي تعتبر جرائم وتبيين العقوبة المقرر لكل منها، هذا بنسميه احنا قانون العقوبات، وكذلك الإجراءات التي تتبع في إدانة أو تبرئة المتهم أمام النيابة وأمام المحاكم وتوقيع العقاب عليه، وهذا يسمى قانون الإجراءات الجزائية. يعني قانون الجنائي بدنا نقسمه لقسمين، ألف قانون العقوبات وباء قانون الإجراءات الجزائية. نيجي نشوف قانون العقوبات إيش بيهتم. طبعا قانون العقوبات هو قانون موضوعي، قانون موضوعي. أما قانون الإجراءات الجزائية هو قانون شكلي، وهذا الكلام حددناه وعرفنا لما حكينا عن موضوع عن القوانين الوضعية والقوانين الشكلية من ناحية شكلها، من ناحية شكلها. قانون العقوبات طبعا بدنا نعرف انه هو القانون الموضوعي المتعلق بالجريمة والمجرم والعقوبة، حيث يحدد هذا القانون الأفعال التي تعتبر جرائم، بالإضافة إلى أنه يبين العقوبة المقررة لها في حال ارتكابها. طبعا هذه القواعد لا تفرض إلا بنص، هناك قاعدة عامة معروفة عند أي حد بدرس قانون بدكم تحفظوها، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، إلا بنص قانوني. يعني ما بينفع الدولة تيجي تشوفني والله أنا برتكب فعل معين وتروح تقول لي اسمع أنت ارتكبت جريمة، طبعا هو القانون ما كانش نص عليها. مثلا باخذ حبة أكامول، باخذ حبة أكامول، هذا الأكامول يعتبر مثلا مسكن، تيجي الدولة تمسكني وتحبسني تقول لي إنه أنت ارتكبت جريمة إنه أنت أخذت مخدر. طيب ما فيش نص قانوني أصلا بجرم هذا الموضوع وبجرم حبة الأكامول، وبالتالي لا يجوز للدولة أن توقع علي أي عقوبة طالما أنه لا يوجد بها نص يحددها ويحدد أركانها وأيضا يحدد عقوبتها، إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. يعني قانون العقوبات مثلا عندنا احنا قانون العقوبات المطبق في غزة هو قانون الذي وضعته الانتداب البريطاني رقم 74 لسنة 36، وهذا القانون يحدد العقوبات كما يحدد الجرائم زي ما حكينا، ويصف كل جريمة على حدة، يصف كل جريمة على حدة. كان نعرف أنه قانون العقوبات يقسم إلى قسمين، يعني إحنا قسمنا القانون الجنائي إلى قسمين، حكينا قانون عقوبات قانون إجراءات جزائية. قانون العقوبات يقسم إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص، قسم عام وقسم خاص. القسم العام هو اللي حكينا عنه، بتحدث عن الموضوع النظرية، بتحدث عن موضوع النظرية العامة طبعا، عن تطبيق كافة الجرائم والعقوبة عليها، ويتحدث عن الجنح والجنايات والمخالفات، ويتحدث عن الأركان العامة للجريمة، إيش هو الركن الشرعي وإيش هو الركن الموضوعي عفوا المعنوي وما هو الركن المادي. وهذا القانون طبعا يطبق على كل المجرمين دون التعرض إلى جريمة أو عقوبة بعينها، دون التعرض لجريمة أو عقوبة بعينها.
أما القسم الخاص منه، طبعا هذا حتدرسوه أنتم إن شاء الله في الفصول القادمة، اللي هو قانون عام وقانون عقوبات العام وقانون العقوبات الخاص. قانون العقوبات الخاص بيجي بيقول لك كل جريمة بمسك لك إياها، جريمة القتل مثلا إيش أركانها؟ يوجد بها ركن معنوي وركن مادي وركن شرعي. الركن الشرعي متمثل بالنص القانوني اللي بيقول إنه اللي بقتل بدنا نعدمه، هذا النص القانوني بنسميه الركن الشرعي. الركن المادي وهو الفعل السلوك اللي هو يعني بنقول الضرب، إطلاق النار، كذا كذا، هو الفعل المادي الذي أفضى إلى الموت، الذي أفضى إلى الموت. الركن المعنوي هو الباعث الإنسان، هو باعث الإنسان. إذا توافرت هذه الثلاث أركان، إحنا لما نحكي ركن زي أركان البيت اللي هو قواعد البيت، بدون أي هذه الأركان الثلاثة بكونش في جريمة، بكونش حاجة اسمها جريمة. يعني مثلا لو في نص بجرم القتل موجود، والركن المعنوي موجود، المادي عفوا اللي هو القتل، تم القتل، تم القتل، وفي ركن شرعي بجرم جريمة القتل. طب ما فيش ركن معنوي، ركن المعنوي اللي احنا بنحكي عنه القصد الجنائي، القصد الجنائي. وفي حاجة هذا اسمها، أنا بديش أفصل كثير، في حاجة في الركن المعنوي اللي هي الإرادة والعلم، اللي هو أن يريد الفعل، أن يريد القتل ويعلم أن الجريمة تعتبر جريمة وأن فعله يعتبر جريمة. تمام؟ إذا توافرت هذه الثلاث أركان إحنا بنكون بصدد جريمة. هذا القسم العام. لكن القسم الخاص بتحدث عن كل جريمة على حدة، عن كل جريمة على حدة من ناحية أركانها وصور العقوبات التي قرر القانون لأجلها، ويتكلم عن الجرائم الماسة بالدولة والجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي كالتجسس وغيرها، جرائم الأموال زي الاختلاس والتزوير والتزييف وإلى ذلك، أيضا الجرائم التي تقع على الأشخاص زي السرقة والاغتصاب والضرب المفضي للموت والأذى والجرح. كل قضية في هدول القضايا وكل جريمة من هدول الجرائم القانون الخاص هو الموكل إله، يعني تفنيطها والتحدث عنها بالتفصيل في كل جريمة، في كل جريمة. طبعا زي ما حكينا انه احنا قانون العقوبات المطبق حاليا في فلسطين اللي هو رقم 74 لسنة 36 يشمل الشقين، الشق العام والشق الخاص، حيث يتناول في بدايته اللي هو الحديث عن الجريمه بشكل عام والعقوبه، ايش تعريف العقوبه وايش تعريف الجريمه وايش هو المتهم وايش اركان الجريمه والى ذلك. بعدك بيجي بيقول لك جريمه القتل اركانها 1 2 3 10، جريمه السرقه اركانها 1 2 3 والى ذلك. هيك ان شاء الله تعالى يعني بتمنى انه يكون يعني وصلكم اللي هو الشق الاول من القانون الجنائي وهو قانون العقوبات، حيث يقسم الى قسمين زي ما حكينا، قسم عام يتحدث عن العقوبات بشكل عام، يتحدث عن الجرائم بشكل عام، يتحدث عن الاركان بشكل عام، والقانون العقوبات الخاص وهو يتحدث عن كل جريمه على حده. طيب نيجي للشق الثاني اللي هو قانون اصول المحاكمات الجزائيه. في ناس بتحكي عنه وهو زي مطبق زي موجود عندنا، اللي هو قانون الاجراءات الجزائيه، قانون الاجراءات الجزائية. طبعا ايش هذا القانون وظيفته؟ هل قد ارتكبت الجريمة وعرفنا انه السرقة جريمة والقتل جريمة والضرب جريمة والقذف جريمة، بناء على ايش عرفنا هذا الكلام؟ بناء على قانون العقوبات زي ما تو حكينا. طيب ارتكبت الجريمة، واحد في الشارع مسكناه ضرب حد، ايش بدنا نعمل هالقيت؟ هل من الان من اول وقوع الجريمة يبدأ تنفيذ قانون الإجراءات الجزائية أو قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يهتم هذا القانون وهو يعتبر شكلي أو إجرائي زي ما حكينا، يهتم بالجانب الشكلي والإجرائي ويتضمن البحث والتنقيب عن الجاني الحقيقي وإثبات التهمة عليه، إثبات التهمة عليه أو تبرئته، أو تبرئته، لأنه النيابة خصم شريف، مش دائما لازم تسعى النيابة إلى إدانة المتهم، بل يجب عليها أيضا أن تسعى إلى يعني الحق سواء كان مدانا أم غير مدان وتفرج عنه. وبالتالي هنا قانون الإجراءات الجزائية بحكي لنا إنه التفتيش يجب أن يكون بكذا، إله آليات، سماع الشهود إله آليات، كل مسرح الجريمة إيش آلياته، كيف بدنا نحافظ على مسرح الجريمة، كيف بدنا نحافظ على الأدلة،
كيف بدنا نستجوب المتهمين، مين الموكل له بالاستجواب، ايش مأمور الضبط القضائي، ايش وظيفة الشرطة، ايش وظيفة النيابة العامة. بعد هيك بنجمع الملف كله، وين بنوديه؟ بنعمل عملية إحالة إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة بعد ذلك تنظر في القضية من حيث يعني توازن ما بين بينات النيابة وبينات المتهم، وبعد ذلك تصدر حكمها سواء بالعقوبة أو بالبراءة. وأيضا هذا القانون هو قانون الجرائم الجزائية، يتضمن تنفيذ العقوبة التي يحكم بها. اليوم مثلا احنا عقب شخص بالإعدام، لقيت قانون الجرائم الجزائية بقول مين اللي لازم يحضر في الإعدام، جلسة الإعدام مين بده يكون فيها، وإيش الإجراءات اللي بدها تتبع فيها، وإلى ذلك. هذا الأمر أعتقد واضح وبسيط وسلس وسهل بالنسبة لكم جميعا. طيب خلينا احنا يعني موضوع الآخر، وهو الموضوع أو الشق الآخر من القانون، وهو القانون الخاص. وهو القانون الخاص، لقيت احنا باختصار حكينا عن موضوع القانون العام بشكل عام، وتحدثنا عن أقسام القانون العام، وقلنا أن هناك فروع للقانون العام، وقلنا عفوا أن هناك قسمين للقانون العام، قسم عام داخلي وقسم عام خارجي. الخارجي حكينا هو اللي بينظم علاقة الدولة بغيرها من الدول والمنظمات الدولية. أما الداخلي فهو الذي ينظم علاقة الدولة بالأفراد، وحكينا أنه الداخلي فيه فروع. أول فرع له القانون الدستوري. القانون الدستوري هو الذي يحدد شكل الدولة ونوع الحكومة وكيفية تنفيذ تنظيم السلطات العامة في الدولة وإلى ذلك. ويعتبر القانون الدستوري أسمى أنواع القوانين، وهو أعلى مرتبة قانونية يجب على الجميع احترامه سواء الحاكم أو المحكومين. كمان الفرع الثاني حكينا القانون الإداري، وهو الذي ينظم عمل السلطة الإدارية في الدولة. وحكينا كمان عن الفرع الثالث وهو القانون المالي أو المالية العامة، وهو الذي ينظم مالية الدولة من ناحية إيراداتها ومصروفاتها والموازنة العامة والنفقات العامة والقروض والضرائب وغير ذلك. تحدثنا أيضا وأخيرا عن القانون الجنائي، وقلنا أن القانون الجنائي فيه شقين، شق موضوعي وهو قانون العقوبات، وشق إجرائي وهو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون الإجراءات الجزائية. وعجبنا أن قانون العقوبات فيه عام وفيه خاص. قانون العقوبات العام هو اللي بيحدد النظرية العامة للمسؤولية الجنائية، ويتحدث عن المجرمين دون التعرض إلى الجريمة، دون التعرض للجريمة بعينها. لكن القانون الخاص يهتم بدراسة كل جريمة على حدة، من ناحية معرفة أركانها وصورها والعقوبة المقررة عليها. وأخيرا تحدثنا عن أصول المحاكمات الجزائية أو قانون الإجراءات الجزائية، وهو القانون الذي يهتم بتقصي عن الجريمة من لحظة وقوعها وصولا إلى إحالة القضية إلى المحكمة وتنفيذ الحكم على المحكوم عليه أو المدان. الآن موضوع جديد نتناوله، وهو موضوع الفرع الثاني من القوانين، القانون الخاص. القانون الخاص، طبعا احنا عرفنا القانون الخاص وحكينا انه هو القانون الذي ينظم علاقة الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو بين الأفراد وبين الدولة. لكن الدولة هان مش بصفتها صاحبة سيادة، ليست هان الدولة لا تكون في العلاقة صاحبة سيادة وسلطان، بل تنزل منزلة الأفراد وتتعامل مع الأفراد كأنها فرد زيها زيهم، كأنها فرد زيها زيهم. كمان هذا القانون، القانون الخاص، بيهتم بتنظيم العلاقات الأسرية زي قانون الأحوال الشخصية، العلاقة ما بين الأزواج، ما للزوجة من حقوق وما للزوج من حقوق، وأركان عقد الزواج وكيفية الميراث والكلام هذا كله. كمان القانون الخاص بنظم العلاقات المالية بين أفراد المجتمع، من ناحية علاقاتهم مثلا الملكية، كل واحد ملكيته كذا، وكيف وله حقوق على ملكيته، كيف يحمي ملكيته، كيف يثبت ملكيته، وكل الأمور المتعلقة بالأمور المالية.
طبعا القانون الخاص فيه عدة فروع، هذه الفروع يعني أولها وأكبرها زي ما حكينا في القانون العام الدستوري، يعتبر هو رأس هرم القانون العام. في عندنا كمان القانون المدني هو رأس هرم القانون الخاص. لكن نلاحظ شغلة، إنه أي قانون سواء كان قانون عام أو قانون خاص لا يجب أن يخالف من الدستور، لا يجب أن يخالف الدستور، لأنه حكينا الدستور هو أسمى حاجة في الدولة. أما القانون المدني هو أعلى إشي في القانون الخاص، لكن القانون العام الدستوري أعلى من القانون الخاص وأعلى من أي نص. ليش؟ لأنه مثلا لو وجه القانون المدني وأعطى مثلا الحق في الاعتداء على مال الغير بوسائل معينة، والقانون الدستوري عندنا بيحكي لا يجوز مال الغير محمي بموجب القانون، بهذه الحالة بيكون نص القانون الخاص خالف نص القانون العام اللي هو القانون الدستوري، وبالتالي يجب نقضه ويجب إلغائه بموجب حكم قضائي. طيب بدنا نرجع لموضوعنا، هو أن فروع القانون الخاص عديدة، إن شاء الله سنفصلها بشكل أكثر تفصيلا في المحاضرة القادمة، لكن على وجه يعني الذكر، أول فرع من فروع القانون الخاص القانون المدني، اثنين القانون التجاري والقانون بنظم علاقة التجار والشركات، والقانون البحري متعلق بموضوع السفن والتجارة البحرية والشحن وإلى ذلك، قانون المرافعات المدنية والتجارية اللي هو زي قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن هذا في المدني، هذاك في العام للجناية للجنايات وإلى ذلك، لكن هذا في الأمور المدنية البيع والأراضي والقصص هذه، بنظم العلاقات ما بينها، وكل هذا الكلام حنشوفه إن شاء الله. القانون الدولي الخاص، بدنا نميزها بين القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام. قانون الدولي العام حكينا هو فرع من فروع القانون العام، أما القانون الدولي الخاص هو أحد فروع القانون الخاص. طب إيش بيفرقوا؟ هذا القانون الدولي العام بنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول، لكن القانون الدولي الخاص بنظم علاقة العلاقة اللي بيكون فيها عنصر أجنبي، اللي هي موضوع الجنسية وأركان الجنسية وشروط اكتساب الجنسية، كل هذه التفاصيل إن شاء الله هنشوفها في المحاضرة القادمة. كمان بنظم كمان في فرع ثاني وهو القانون قانون العمل، قانون العمل هو بنظم طبعا علاقة العامل مع رب العمل. كل هذه القوانين إن شاء الله تعالى سنتناولها بالتفصيل خلال دراستنا للمحاضرة القادمة من الأسبوع الثالث، آملا من الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة قد نالت على رضاكم، من حيث أني قد أوصلت لكم المعلومة بشكل يعني بسيط وسليم. من لديه أي سؤال فيجب أن يجيب عليه من خلال عفوا يسأل عنه من خلال البوابة الإلكترونية، بوابة التعليم الإلكتروني، وهناك أيضا موضوع الزوم احنا عاملينه لأجل الاستفسارات التي قد تطرح وقد تأتي على أذهانكم في المحاضرات المصورة. فأي شخص عنده أي سؤال أو استفسار فأنا جاهز للرد عليه في أي وقت، وآملا من الله عز وجل أن نلتقي بكم قريبا في رحاب الجامعة. إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.